أخوتي وأخواتي عشاق الزراعة أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم إحنا في فيديو جديد مع نبات محبب لدى جميع عشاق الزراعة. هذا النبات مميز جدا، متميز بشكله، بعطر الأزهار الرائعة وشكلها الراقي والجميل. هذا النبات إخواني الأعزاء يعشقه الكثيرين ويعشق هذا النبات ويعشق عطوره الكثيرين. هذا النبات يصنع منه العطور أيضا، عطور الجاردينيا. هذا النبات إخوان الأعزاء يتسمى الجاردينيا أو الجاردينيا، ولا تسميات كل من حسب الدولة مالته، لكن اسمه العلمي هو الجاردينيا. إخوان الأعزاء، كثير من الأخوان والأخوات عشاق الزراعة يسألون عن نبات الجاردينيا، وهل هذا النبات بالصيف شنو مصيره؟ هل يزهر بالصيف؟ وشنو طريقة الاهتمام والعناية بهذا النبات؟ اليوم احنا بنص تموز، درجة حرارة 50 درجة مئوية في وسط العراق. شوف اخوان الاعزاء نبات الجاردينيا بهذا الوقت من السنة. شوف اخوان الاعزاء هذا الوقت وشوفوا به، شوفوا هاي بدايات التزهير، وهنا عندنا اكو هنا بوادر تزهير جديدة موجودة بالنبات. هسه اشوفكم اياها وهسه احكي لكم على باقي التفاصيل. شوف اخوان الاعزاء هنا عندنا هسه، وين هنا خلينا نجي هنا للتزهير وبعدين نرجع لهنا. شوف اخوان هنا هذا الوقت من السنة واكو تزهير واكو نموات جديدة. شوف اخوان الاعزاء شوف التزهير وشوف النموات الجديدة وارتفاع النبات فوق هذا النبات. ارتفاع هسه حاليا فوق مترين. هسه احكي لكم الاسرار مالتها، بس خلي اشوفكم بدايه تزهير هذا النبات. شوف هنا خلينا نجي هنا اشوفكم. شوف اخوان الاعزاء هاي النموات، شوفوا التزهير، شوفوا هاي بدايات التزهير. هنا هاي الجنابل الجديده، وهنا ايضا كثيره جدا اخوان الاعزاء. شوف هنا حتى التزهير هنا قديم، هاي قبل كم يوم. وهنا شوف اخوان الاعزاء هاي، شوف هاي الجنابل اذا تشوفونها هاي كليته، واحنا في درجه حراره. شوف اخوان الاعزاء هاي يتجاوزني، يعني هو تقريبا مترين وشويه. هسه راح احكي لكم اسرار العنايه بهذا النبات المهم جدا، حتى من تتعرفون عليها اخواني الاعزاء ذاك الوقت ما راح تخسرون هذا النبات. شوف اخواني الاعزاء واحنا في شهر تموز، نجي اخواني الاعزاء ابتداء لهذا النبات راح نعطيكم معلومات واسرار مهمه جدا حول هذا النبات واسرار زراعه الجاردينيا وشلون نخلي النبات يقاوم الصيف. ابتداء اخواني الاعزاء الجاردينيا انواع، والجاردينيا اذا تريدها تنجح بهيك درجه حراره يجب انه تكون مطعمه. شنو مطعمه؟ راح هسه نحكي لكم هنا اخواني الاعزاء. اخواني الاعزاء شوفوا هاي الجاردينيا، اكو اصول مثل المانجا ومثل السدير ومثل هذا. الاصل اذا كان حشري هذا الاصل هنا، وتجي عليه طعوم. شوف هنا مطعم هاي ومطعم هنا، هذا مطعم الاصل حشري، يكون جذوره قويه جدا جدا تتحمل اقصى الظروف الجويه. بس شنو الميزه مالته الموزينه؟ انه ما يزهر بكثافه. شنو نطعم عليه؟ نطعم عليه صنف هولندي. الصنف الهولندي اخواني الاعزاء يمتاز بكثافة التزهير. فأول خطوة اخوان الاعزاء اذا تريدون تزرعون الجاردينيا بالحديقة يجب انه تكون مطعمة. هاي الخطوة الاولى، هاي من اسرار زراعة الجاردينيا اخوان الاعزاء. واكو انواع ايطالية وانواع تركية متوفرة بالاسواق وهولندية اخوان الاعزاء. هاي الانواع ظلية، ما تعيش بالاجواء خارج المنزل لانه ما مطعمة، فلذلك يجب انه تكون انارة قوية بدون شمس مباشرة.
هاي الامور نحكيها على النوع المطعم، لكن النوع المطعم اخوان الاعزاء يتحمل حتى 50 درجة مئوية وامامكم هاي النتيجة. نجي الى السر الثاني بزراعة الجاردين. اخوان الاعزاء تشوفون هاي الجاردينية، شوفون هاي البقايا، هاي بقايا الاسمدة العضوية. اهم شيء التسميد بالسماد العضوي بالشتاء، نسمد بسماد عضوي. والمنطقة هاي اخوان الاعزاء تشوفونها مرتفعة، هاي مسويها مرتفعة، واي مي زايد ينزل لهاي المنطقة، يعني كأنما المنطقة اللي تنزرع بيها نبات الجاردينة تكون شوية مرتفعة عن باقي الأرض حتى المي الزايد ينبزل ما يتوقف يم ساق النبات هذا اللي أمامكم أخوان الأعزاء. هذا السر الثاني، إنه المادة، إنه مكان الجاردينة يجب إنه ما يتوقف يم المي ساق النبات، وإنه الـ تكون السماد عضوي. المهم هو هاي الثالثة، انه الشيء الثالث المهم، النقطة الثالثة انه يكون هناك سماد عضوي بالشتاء. هذا السماد شوف اخوان الاعزاء تشوفون هاي هسه، هاي هنا تشوفون هاي الحشر على سبيل المثال، هاي يسمى قمل الخشب. شوف اخوان الاعزاء هاي حشرة مو مؤذية، شوفوا هاي اذا تشوفونها، هاي نتيجة لانه احياء موجودة، احياء وكائنات نبات بيئه مناسبه، هاي تحلل هاي الاوراق المتساقطه وتحولها الى سماد عضوي، مثل دور دوده الارض. اخواني الاعزاء شلون مفيد هاي تصير اذا خلينا اسمده عضويه هنا يعني بالشتاء، راح هاي هنا توفر البيئه مناسبه لجذور النباتات ويصير بيها نمو قوي. هسه اخواني الاعزاء نجي الى موضوع مهم جدا، بعد ما خلصنا من التطعيم وخلصنا من انه مكان الجاردين يجب ان يكون مرتفع، وكذلك التسميد بالسماد العضوي، نجي الى نقطة مهمة اخوان الاعزاء، هل الجاردينيا تتقلم؟ اخوان الاعزاء الجاردينيا تتقلم، لان هاي الجاردينيا شوفوا هنا هسه انا مقلمها، شوفوا اخوان الاعزاء شوفوا هسه هنا، بس هنا اقرب الكاميرا، شوفوا هاي التقليم مالتها، هذا التقليم يصير نهاية شهر 12، شكو أفرع، شكو تفرعات، لازم نخفف من نبات الجاردينيا حتى النبات يكون قوي بالربيع. أخواني الأعزاء شوفون هاي الشكل الأمامكم هاي الجاردينيا، نعم أخواني الأعزاء شوفون هاي الشكل الأمامكم الجاردينيا، هاي بالربيع موعد التزهير مالتها الأساسي، موعد التزهير مالتها الاساسي تتحول الى كتله من الازهار، وان شاء الله اشوفكم اياها، وانا عندي منشورات كثيره حول تزهير نبات الجاردينيا بالموسم مالته بالربيع. اذا هاي النقاط الاساسيه راح اعطيكم سر اساسي لنجاح نبات الجاردينيا. اخوان الاعزاء المعلومه المهمه اللي يجهلها الكثير ان الجاردينيا هي من عائله الياسمين، هاي العائله موطنها الاصلي طبعا اليابان والصين وكوريا وغيرها من البلدان، هاي البلدان من عائلة الياسمين. هاي العائلة اخوان الاعزاء تحب التربة الحامضية، وانطيكم معلومة مهمة جدا، جميع الاراضي بالبلدان العربية هي تربة قاعدية، فقط اوروبا وشمال روسيا وكثير من البلدان، هاي البلدان تربتها حامضية، لذلك في فترات زمنية كانت، لانه اوروبا الارض مالتها حامضيه، كانت تستورد بريطانيا تستورد الرماد من امريكا، رماد اللي مخلفات حرق الاشجار، ليش؟ حتى تستخدمه للزراعه لان تربتها شديده الحامضيه. وهذا هنا جرنا المعلومه همات مهمه جدا اخوان الاعزاء، ما دامنا يم الجاردين ان شاء الله ننزل لكم منشور مفصل بيها. شلون نختبر التربة؟ اكو عدة طرق لاختبار التربة، هل هي حامضية او قاعدية، باختيار من خلال استخدام اجهزة خاصة بقياس حموضة التربة، وكذلك من خلال استخدام مثل الملفوف الاحمر، ان شاء الله نجرب هاي الطريقة تجربة نسوي لكم كاملة من خلال استخدام الملفوف الاحمر لاختبار التربة هل هي حامضية ام قاعدية ودرجة حموضتها، طبعا حموضة التربة. اذا هسه موضوعنا هو طبعا هاي المعلومة، الرماد يحول التربة من حامضية إلى قاعدية، لذلك أنصح جميع واحد يسمد بالرماد يمتنع عن التسميد بالرماد، يسمد بالفحم. طبعا
طبعا اخوان الاعزاء مثل ما قلت لكم الرماد مضر بالنبات، ليش؟ لانه حول التربه قاعديه، بس الفحم له ميزات مميزه جدا، انه يخلي يحسن مواصفات ومساميه التربه ويزود التربه والنبات وبعض العناصر. موضوعنا الان الجاردينيا. الجاردينيا اذا احنا تربه العراق قاعديه شو نخلي لها؟ تدرون شو نخلي لاخوان الاعزاء؟ هذا الحل، هذا هو الحل، هذا الخل. الخل اي انواع من الخل تخلي ملعقه مع لتر مي، ملعقه مع لتر مي وتسقي النبات بهذا الشكل. شوف اخوان الاعزاء هاي طريقه تحويل ومد الجاردينيا بالعناصر اللي تحتاجها، لانه الخل يقضي على الفطريات، يقضي على الاصابات الحشريه، وكذلك يحول التربه الى حامضيه، تكون التربه قويه جدا والنبات قوي جدا، وينطي النبات اكثر مقاومه، ويخلي النبات يحصل على العناصر اللي يريدها، لانه التربه الحامضيه مفيده للنبات وتخلي النبات يمتص العناصر اللي يحتاجها بسهوله. اخواني الاعزاء نجي الى موضوع مهم جدا، قلنا تسميد بالشتاء بسماد عضوي، تسميد بالخل، ملعقه مع لتر مي حتى تتحول التربه الى حامضيه. نجي الى التسميد بشيلات الحديد. اخواني الاعزاء بعض الاحيان هاي الاوراق اللي تشوفونها تبدي عليها علامات نقص الحديد، لذلك يجب ان نعطيه مو الحديد الموجود بالسوق اخوان الاعزاء، نعطيه الحديد اللي هو شيلات الحديد الموجوده بالمكاتب الزراعيه. شيلات الحديد راح تزيد يعني تنطي للنبات الحديد، عنصر الحديد اللي يحتاجه، والنبات يكون اكثر نضاره واكثر قوه واكثر جاذبيه اذا حصل على عنصر الحديد، وشوف النمو مالته شلون يصير. طبعا اللي امامكم ايضا صورت لكم قبلش كم يوم طريقه التسميد بالسماد النانوي، هذا النوع السماد الحديث، انا سمدت الجاردينيا وشوفوا النتائج مال التسميد بالسماد النانوي ممتاز جدا. اخوان الاعزاء هل ممكن نسمد شو اسمه الجاردينيا بالصيف؟ اخوان الاعزاء قلنا تسميد بالشتاء بالسماد العضوي مهم جدا بالشتاء بشهر 12 وشهر الواحد. باقي اوقات السنه نسمد بسماد الداب وهو سماد عالي الفسفور، ونسمد باقي اوقات السنه طبعا نسمد بسماد الداب عالي الفسفور كل شهر الى شهرين. واخواني الاعزاء نسمد بسماد ان بي كي متعادل كل اوقات السنه بمعدل كل 3 اسابيع. نجي موضوع مهم جدا، هل سماد الان بي كي بانواع؟ نعم اخواني الاعزاء اكو سماد الان بي كي مدعم بالعناصر الصغرى، لذلك اخواني الاعزاء تسميدنا بسماد الان بي كي المدعم بالعناصر الصغرى مهم جدا جدا. ليش؟ لانه بعض العناصر ما موجوده بالسماد الان بي كي المتعادل الموجود، عناصر مثل الحديد والكالسيوم والبور وكثير من العناصر ما موجوده فيه، والبوتاسيوم، هاي كلها موجوده اخواني الاعزاء موجوده بسماد الان بي كي المدعم بالعناصر الصغرى. اخوان الاعزاء كثير من الاخوان يقول ابو عبد الرحمن عندي الازهار تتساقط قبل التفتح. اخوان الاعزاء كل الاسباب اللي ذكرناها على الها تاثير بتساقط الازهار، منها انه ضعف التسميد، عدم الري المنتظم، وكذلك موضوع مهم جدا اخوان الاعزاء يتعلق بتساقط الازهار، او هاي اللي تشوفونها امامكم هي بدايات التزهير، هاي تتساقط قبل ما تتفتح. تدرون ليش؟ لانه انت ترش النبات رش صحيح الجاردينيا تحب الرطوبه وترش، بس انه تقدر ترطب المنطقه تحيط المنطقه اللي دار ما دارها ترشها وترش الاوراق بخ خفيف، بس كثره الترطيب وكثره الرش ربما تصيب هاي هنا عندك الازهار قبل التفتح، تصيبها باصابات فطريه وتؤدي الى تساقطها، وكذلك تتحول الى اللون الاسود تتساقط قبل ما تتفتح. وشوف اخوان الاعزاء رغم انه احنا اليوم 14/7 كانما بدايات بالربيع والتزهير، مثل ما قلت لكم شوفوا هنا، شوفوا التزهير
اكثر من مره حتى اشوفكم وتعرفون انه كلامنا احنا مو من الخيال نتحدث. شوفنا هذا التزهير وهسه اشوفكم هذا ايضا هنا الجزء العلوي اللي شوفتكم اياه بدايه المنشور. شوف اخوان الاعزاء شوف هنا شوف هسه هنا هاي المنطقه سبحان الله شوفوا يعني هاي رغم انها مقلمها ورغم هاي شوفوا تحس انه حتى هاي بالشمس المباشره حتى ماكو طول اللي شوف اخوان الاعزاء شوف هنا هاي التزهير هاي التزهير مالتها بسبب نهتم بالنبات هذا السبب هو اللي يخلينا شوفوا هاي هسه قص لكم هاي الورده هاي الورده الجاردينيا وفي 14/7/2023 هاي المواضيع طبعا الجاردينيا هل تصاب بالافات الزراعيه قليله الاصابه بالافات الزراعيه الجاردينيا وماكو فد شيء يذكر انه تنصاب بالجاردينيا عدا انه احتراق الاوراق نتيجه انه النبات اصلا ضعيف النبات ما مهيئ انه للشمس المباشره شوفوا هنا طبعا هنا قريبه عليها شوف اخوان الاعزاء هذا القريب عليها تدرون شنو هاي شجره المورنجا للامانه شوف شوف كثافه الثمار مال المورنجا واحنا اليوم في 14/7/2023 شوف اخوان الاعزاء كانما في بلدها الام البلد الاستوائي بدينا بجمع البذور وان شاء الله نوزعها مجانا وهنا طبعا عندنا شجره ايضا هاي شجره اللوز الهندي ايضا مميزه جدا ونشرنا عنها انه تتحمل حتى ملوحه التربه وحتى تخلص الارض من ملوحه التربه اخوان الاعزاء مهم جدا انه نزرع هاي النباتات القويه لكن تبقى الجاردينيا الاجمل والافضل والاروع من بين النباتات اللي انصح الجميع بزراعتها اللي ما عنده حديقه طبعا ممكن ينزرع الجاردينيا ممكن انه تنزرع بالسنادين وممكن انه تنزرع بالارض وماكو اشكال بهذا الموضوع لانه هي جذورها ما تمتد كثيرا بالارض وممكن تقزيمها بس اللي يجيب نوع هولندي ما مطعم لا يخليه بالتربه مباشره هاي نصيحه اخوان الاعزاء وان شاء الله اي معلومات تحبونها تستفسرون عنها انا بالخدمه ان شاء الله راح اجاوبكم وهاي هاي الزهره زهره الجاردينيا في 14/2023 هديه لكل عشاق الجاردينيا بالعالم ازرعوا الجاردينيا لانها من اجمل النباتات بالحدائق اخوان الاعزاء طبعا الجاردينيا جميله بعطرها الفواح بالختام اخوان الاعزاء نستودعكم الله وفي امان الله كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية في أمان الله.